طيب السؤال بتاع ووتر ميلون بيقول لك في يوم حر جدا كان عندنا واحد اسمه بيت وصاحبه بيلي قرروا يشتروا بطيخة واختاروا اكبر بطيخة، تمام؟ بعد ما وزنوها يعني طلع لهم على الميزان دبليو كيلوز، ده وزن البطيخة. بعدين جريوا على البيت عطشانين، قرروا ان هم يسموها، بس واجهتهم مشكلة كبيرة. هما الاتنين فانز او يعني بيحبوا الارقام الايفن. طب ايه الارقام الايفن دي اصلا؟ الارقام الزوجية، اي حاجة بتتقسم على اتنين. فقرروا ان هما يقسموا البطيخة بطريقة ان كل بارت يكون ايفن، وفي نفس الوقت مش شرط ان الجزئين يبقوا قد بعض. يعني لو هي مثلا 10 كيلو ممكن تبقى 4 و6، 2 و8، مش لازم يبقوا جزئين قد بعض. بس هما تعبانين جدا ومش عارف ايه، فبيقولوا لك يعني يساعدهم يعرفوا هل البطيخة دي ينفع تتقسم لجزئين الاتنين ايفن ولا مش هينفع. تمام؟ لو ينفع print yes capital letters، ولو ما ينفعش print no. تمام؟ طيب دي نفكر فيها ازاي اساسا. دي دلوقتي عندنا مثلا بطيخة ب10 كيلو، فزي ما قلنا هنقسمها مثلا 2 و8، 4 و6، مش هتفرق. تمام؟ طب لو جربنا في رقم تاني، 8 مثلا ممكن نقسمها 4 و4، 2 و6، وهكذا. ممكن نقسم 8 ل3 و5، بس هو مش عايز الأرقام الأود، هو عايزهم أتليست كيس واحدة منهم تطلع الرقمين ايفن. تمام؟ طيب نجرب في رقم تالت مثلا 9، تديني 3 و6، هتديني مثلا 2 و7. عندنا ايه تاني؟ 4 و5. كل ده لو لاحظنا هنلاقي رقم ايفن وقصاده رقم اود، وهو مش عايز كده، هو عايز الرقمين يكونوا ايفن. تمام؟ لو جينا حسبنا رقم تاني اود برضو زي ال 11 مثلا، هتلاقيها 1 و 10 2 9 وهكذا. فده معناه ان كل الارقام الايفن تمام ممكن نقسمها لجزئين. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف ازاي نعرف الرقم ده ايفن ولا لأ علشان نبرنت اوت اليس. تمام؟ طيب دلوقتي عندنا حاجة اسمها موديولس. الموديولس ده ما بيشتغلش غير مع الداتا تايب انت. تمام؟ يعني ما ينفعش مع فلوت، ما ينفعش مع دبل، ما ينفعش مع اي حاجة، هو بيشتغل مع الانت بس. احنا لو عندنا اي رقم موديولس 2 طلع بزيرو، الزيرو ده اسمه ريميندر. لو الريميندر طلع بزيرو يبقى هو كده فعلا ايفن. لو الريميندر نوت ايكوال زيرو يبقى ده معناه ان هو كده اود، واحنا مش عايزين ده. طب هو الموديولز ده بيبقى عبارة عن ايه مثلا، او الريميندر ده عبارة عن ايه؟ يعني الموديولز دي طريقة ان احنا نجيب بيها الريميندر. طب الريميندر ده عبارة عن ايه؟ زي مثلا ان انت عملت 10 divided 2، فاحنا 10 divided 2 ب5. طيب لينا عملنا 5 تايم 2 هتدينا 10، نعمل لهم ماينس طلعت بزيرو، ده الريميندر. فاحنا بدل ما نقعد نعمل الحسبة دي كلها، بنعمل حاجة بسيطة جدا على ال اسمه ده في السنتكس بتاعنا او في الكود بتاعنا، بنعمل الرقم موديولس 2 ونتشك. لو طلع فعلا ايكوال زيرو يبقى هو ايفن، ولو ما طلعش ايكوال زيرو يبقى هو اود، فساعتها هنبرنت اوت نو. تمام؟ طيب نشوف هنكتب كل ده ككود ازاي. هو اول حاجة كان هيدينا ال W ككيلوز، تمام؟ فهناخدها كانتجر، نعمل لها سي ان عادي جدا. طيب احنا قلنا ان لو طلع ايفن ساعتها هنبرنت اوت يس. طب احنا قلنا هنعرف ازاي ان هو ايفن لو عملنا له موديولس 2، تمام؟ طيب بعد ما عملنا له موديولس 2 نعمل تشيك بقى، نعمل دبل ايكوال عشان نتشيك اللي هو هل ده فعلا ايكوال ولا لا. يعني لو عملنا موديولس 2 w موديولس 2 ايكوال 0، ده كده احنا بنقول ان هو ايكوال 0. لكن لو حطينا له دبل ايكوال ده معناه ان احنا بنساله يعني هل هي ايكوال 0 فعلا ولا لا. طيب هل هي ايكوال 0؟ ساعتها هنسي اوت يس. بس احنا نسينا نقول حاجه، ان لو هو عندنا مثلا مدينا ال w ب 2 ف 2 الايفن الوحيد اللي مش هينفع نقسمه لحاجتين ايفن، لان لو احنا قسمنا ال 2 ملهاش غير 1 و 1، فمش هينفع. فساعتها هنقول لو الكيلو دي موديلس 2 ايكوال ايكوال 0 and ال W دي اكبر من ال 2، ساعتها سي اوت
يس، وقلنا الياس كلها كابيتال لترز، تمام. بعد كده else، اصلا خلاص يعني هو لو مش modulus 2 equal 0 وكمان مش اكبر من 2، else اي حاجة تانية ساعتها سي اوت نو. ماشي، طب نجرب نرن كده. كان مدينا example 8، yes. طب نجرب نحط رقم odd مثلا زي 9، no. طيب نجرب نروح بقى نسميت الكود. accepted بس كده.